دكتور حمدان، بعالم التجميل صرنا عم نسمع بعلاجات بواسطة الراديو فريكونسي. كيف بيساعد بعلاج التجاعيد، خصوصا يعني احنا عم نتوجه لأصحاب اختصاص، انتو اختصاصكم جراحة تجميلية، فتتوجهوا على هذا الموضوع، يعني عندكم قناعة فيه، مشان هيك الاستفهام بيكون اذا بدنا نقول طبي اكثر وتقني اكثر. 100% اللي عم تحكيه، نحن كجراح تجميل اكيد بوجود الدكاتره معي، يعني كل واحد عنده اختصاصه، بس انا كجراح تجميل وقت الجراحه بتوصلني لليميت، ما بقى فيني بقى شد الجلد زياده عن اللزوم مشان ما يطلع شكل غلط او شيء، بدنا نحتاج لتقنيه ثانيه تساعدنا. التقنيات الثانيه الدكتور شربل حكي عنها، بين ليزر والسبليتف، وهدول راديو فريكونسي هي تقنيه موجوده، ما لنا شيء جديد، بس الجديد بالراديو فريكونسي اللي كانت مونوبولر في شركات معروفة كتير كبيرة بتشتغل على الراديو فريكوينسي اللي هي بتحمي الجلد غني بدون ما تدقر الطبقة السطحية من الجلد. كمان كان الافانتاج انه ما في داون تايم، ما في حمار، ما في اسمرار. بالتقنية الجديدة اللي عم نحكي عنها السبليتف، اولا صار عندنا باي بولر، يعني صارت تشتغل بين، وقت ما نحط التب على الجلد عم تشتغل بين هالنقطتين عم نركزها. ثاني شيء عم نحكي انه فراكشنيتد ليزر وغير قصص، نحن هون عم نحكي فراكشنيتد راديو فريكونسي، يعني بدل ما الجلد كلها تكون، بالعكس عم نعطي نقط بالجلد مشان كل نقطه تشتغل حواليها وتشتغل. هيدي اللي نحن التقنيه الجديده اللي بدنا نحكي فيها، فراكشنيتد باي بولر راديو فريكونسي، يعني ثلاثه بواحد تقريبا. نعم، وهن موجودين بالماشين الجديد اللي هي الايماتريكس. نعم، هل اي من هالعلاج، يعني نحن بنعرف انه ليزر، انا هلا اذا بدي اعملها بفتره الصيفيه بيقولوا لي انه ما فيك تعمليها بتتعرضي لحروق، هل هالعلاج في استعمله في اي وقت وبكل زمان ومكان؟ في افانتاج كثير كبير للماشين هيدي، اولا مثل ما حكينا عم ننزل تحت الجلد. آمن بالنسبة للليزر، دكتور داير حكي عنها، ليزر عادة للطبقة الفاتحة للميديوم داركس، عندنا من الفيتشرز 1 تو 6 نقف على الثلاثة، بعدين بصور بدنا نبلش نعالجهم قبل وبعد الليزر مشان ما يطبع بني، يعني بكون عم نعالج شيء بنصير بمشكلة أكبر. بهالمشين هيدي في عنا تقريبا الأمان إنه ما يطبع ما يدبغ بني. ثاني شيء فينا ننزل يعني نحن بشرتنا أنا أعتبر اسمر بالنسبه للاوروبي. نعم. الشمالي. نعم. بس بالنسبه لحدا من افريقيا انا فاتح كثير. نعم. فانا متوسط اعتبر. بهالماشين فينا ننزل الجلد الاغمق والاغمق تقريبا للجلد السوداء. مثلا في الناس اللي من اصل افريقي اللي جلدتهم سوداء سوداء، ما فينا نعالجهم بالليزر مشان اثار البثور، بهالماشين فينا نعالجها. ولهالشيء كمان فينا نعملها بالصيف. هلا قوه الانرجي اللي بدنا نعطيها اكيد بالصيف ما بنقوي كثير منشان ما يكون الداون تايم اكثر، بالشتاء عندنا في عندنا هالافانتاج كمان لهالماشين هيدي. اي نوع جلد فينا نعالجه، فينا نعالج بالصيف، بس قوتها بالصيف غير قوتها بالشتاء مثل اي شيء ثاني. نعم. يعني اي شيء كطبيب فينا نستعمله، لا سمح الله صار في مشاكل لازم نقدر نعالجه. ما فينا نروح على صالون تستعمل مكنه واذا صار في مشكله تقول له روحي فتشي على الدكتور يعالجك. مكنة بتشتغل على عدة طبقات من الجلد، فينا نحمي قد ما بدنا، الدكتور بيقرر على سماكة الجلد، على غمق اثار البثور، ديسكولوريشن على اللون بدنا. ايوه، مش على الوقت انه مش ميك اب ارتست بزيد لك احمر بزيد لك بنقص لك ابيض بنقص لك. نعم. نوم بدنا نعالج الجلد، واذا صار في مشاكل نقدر نعالجها كمان. نعم، بتتحمل مسؤوليه المشكل، ممكن يتفاعل مع الوقت، طبيب متخصص بيقدر يتحمل ويعالج بطريقه سليمه. عاده تحضير بدنا شي نص ساعه. نعم. بعدين على المنطقه بدك تقريبا شي ثلث ساعه لنص ساعه، يعني في ناس بيجوا بس للعيون اللي هي ما بدها الا ربع ساعه، وجه كامل بده ثلث ساعه، وجه ورقبه بتزيد، يعني كل منطقه تقريبا بدها شي ثلث ساعه، نزل الديكوتين، نعمل ايدين، نشرع ستريتش مارك، اذا ستريتش مارك هالقد بده وقت صغير، كذا ستريتش مارك بده وقت اكبر بكثير. هل هي جلسه واحده بتكفي ولا بدها؟ لا، هون جلسه بتكفي وبتعطيك نتيجه جلسه، بس عاده نحن اليوم الجلسه اللي بنعملها مثل ما قلنا بعكس الليزر، الليزر بيحمر بيسمر بعدين بيقشر، هون بالعكس بيحمر بعدين ما بنعود نشوف شيء تقريبا، الكولاجين بده يتفاعل، الفيبروبلاست والالاستين بده ينحط ليبلش يشد الجلد، تقريبا من بعد جلسه اليوم
مثل حيلا راديو فريكونسي، مثل الماكينات اللي كانت موجوده ما بنسمي بالاسم. نعم. بنعمل جهاز اليوم نتيجتها بين 6 أسابيع وثلاث اشهر. عاده بننصح ثلاث جلسات. بقى النتيجه النهائيه بتبلش على الشهر الثالث، هذه نتيجه اول جلسه، بس النتيجه الثالث جلسه بدها كمان ثلاث اشهر تقريبا، يعني من كل جلسه بدك تقولي 6 أسابيع لثلاث اشهر لتكون اخذت. نعم، لحتى ما تفكروا عم فيش يعني عديده وبيصير عاده بيطلعوا محمرين، ثاني يوم مضويين، هو هذا شويه ورم، بعدين بيختفي هالورم، بيقولوا دكتور ما مبين شيء، على ثلاث اشهر ببين كيف كانوا ثاني يوم وثالث يوم، كثير بينبسطوا. نعم. دكتور حمدان، هل بتساعد بعلاج التشققات اللي بتول الجلديه من بعد الولاده؟ وهيدي موضوع كثير انحكى عنه وكثير تسوق لآلات معينه، ولكن ولا مره كانت في يعني نتيجه. عندنا ليميتيشنز كثير بقصه التشققات، وهي كمان بتعطي اثار سلبيه كثير لنفسيته اللي عنده هالمشكله، من الشباب اللي عندهم تشققات من عضلات ايديهم اللي بيكونوا عم بيروحوا الجيم، للنسوان بعد الحبل، بعد النصاحه، بعد ما يضعفوا. كنا في نحكى كثير عن ميزو للتشققات، نحكى نعم. كثير عن انواع ليزر للتشققات، حتى عن مكنات وعن مكنات بتساعد بسلوليت بالتشققات، بس التشققات كمان كنا نقول بس اذا هن وعم ينعملوا حمر فينا نعالجهم بانواع ليزر مع ميزو بيتحسنوا. هلا صرنا عم نزيد، صار عندنا تكنولوجيا جديده وماشين جديده، اكيد اذا كان بعده جديد احسن من القديم، بس على القليله في عندنا 10 ل 30 ل 40% تحسن. اكيد ما حتنمحى. نعم، ولكن بتخفف، بس بتخفف حدتها، كانت كثير ظاهره بتخفف حدتها، وما كان في عندنا، ما كان فينا نستعمل مثلا ليزر على جلد السمرة، هلا صار فينا نستعملها. هيدي عظيمه، تقدم تطور ايجابي جدا بهيدا. لكن مثل ما شفنا العلاج كله لكل الوجه او الرقبه ممكن يعني ياخذنا ماكسيموم 20 دقيقه او 30 دقيقه، بعد ما كنا حضرناها 20 دقيقه من قبل. وجع ما في مثل ما شفنا، بدنا نحط لها مرطب وتروح على البيت، احمرار من ساعه لخمس ساعات، بعدين بخف بطريقه كثير طبيعيه، ممكن بكره ترجع على المجتمع زيارات عاديه. متوقعه ترجع عنا على العياده بعد شهر تقريبا للعلاج الثاني. وبعد اخر علاج بالنسبه لها نوعيه البشره والشد حيضلوا معها لمده 3 أشهر ليكون النتيجه النهائيه. ثانك يو لكم دكتور فهد حمدان، جراح تجميل. ميرسي.